بسم الله الرحمن الرحيم. بنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع إبراهيم الشرقاوي. كما توقعنا في حلقة الأمس، روسيا بالفعل بتجمد وتصادر أصول أكبر بنك أمريكي اللي هو الجي بي مورجان. مش بس كده، الجيش المصري بيتدرب على نقاط الضعف في الدبابة المركافة بتاعت المغضوب عليه. تعالوا بينا نبدأ بالحرب الروسية الأوكرانية. الفيديو اللي حضرتك شفته في المقدمة ده لروسيا مبارح اطلقت عشرات من الصواريخ كاليبر باتجاه اوكرانيا وصافرات الانذار تدوي في كل انحاء البلاد. كان التركيز في قصف الامس تحديدا على الجانب الغربي زي ما ظهر قدام حضرتك في لفيف المنطقة الغربية، لفيف بقى ترنوبل، خملنتيسك، ريفني، لوتسك، فرانكوفيسك، زكرباتيا، المنطقة الايه؟ المنطقة الغربية دي كلها. وتم تدمير 4 محطات للطاقة الاوكراني، وضرب برضو في دنيبرو وغيره لمواقع لقوات الناتو زي ما ظهر قدام حضرتك، يجي 6 7 أو 8 مواقع في الجنوب و3 أو 4 مواقع في الجبهة الشرقية و2 في منتصف اوكرانيا بالقرب من العاصمة. عشان كده قائد الجيش الاوكراني الكساندر سيرسيكي بيقول يعلن عن وضع عمليات استراتيجي صعب على الجبهة والذي يميل الى التصعيد. تلك الروس بيتقدموا كل يوم، صحيح تقدمات طفيفة ولكن بيتقدموا. وقال لقد ابلغت المشاركين في التحالف في قاعدة رامشتاين، كان موجود امبارح في قاعدة رامشتاين، لقد أبلغت المشاركين في التحالف الوضع العمليات الاستراتيجي المعقد والذي يميل إلى تصعيد، وبتفاصيل الضربات الجوية التي يشنها العدو، يقصد الروس طبعا، ضد البنية التحتية للطاقة وحاجتنا الملحة للصواريخ والذخيرة والأسلحة. والروس عمالين يضربوها زي ما جبت لك في حلقات الأمس، بيضربوها وهي على السكك الحديدية. طلع وزير الدفاع الأمريكي لايد أوستون وبيقول اكبر حزبة مساعدات من الولايات المتحدة حتى الان، وزير الدفاع لايد اوستن، مشتريات اسلحة جديدة لاوكرانيا بقيمة 6 مليار دولار. خلاص الحنفية اتفتحت. اسمعوا بقى هو بيتكلم بمنتهى التفاصيل كده، نكمل بعدها. He's to announce today an additional commitment of $6 billion through our Ukraine Security Assistance Initiative. That will allow us to procure new capabilities for Ukraine from US industry. This is the largest security assistance package that we've committed to date. It will include critical interceptors for Ukraine's Patriot and NASAMS air defense systems, more counter-drone systems and support equipment, significant amounts of artillery ammunition and air-to-ground munitions, and maintenance and sustainment support. زي ما حضرتك سمعت، مش بس كده، وزير الدفاع الامريكي برضو لايد اوستن بيقول سقوط اوكرانيا تحت حذاء بوتين يعني ان اوروبا ستقع تحت ظله، لذلك فاننا لا نزال مصممين على ردع روسيا على اي عدوان اخر بما في ذلك ضد حلفائنا في الناتو، اللي هو خلي بالكم اللي هي الفزاعة المعروف، خلي بالكم ده هيخش هياخد بولندا، بعد كده هيخش على المانيا، وبعد كده دول البلطيق، كل الدول نفس سيناريو تكرار الحرب العالمية الثانية. اسمع بنفسك ونكمل بعدها. Ukraine is in dire need of more air defense systems and it urgently needs more interceptors. That's going to be a huge priority for us all today. Ukraine also needs more artillery and armor to defend its citizens and reclaim its stolen territory. And we're going to do everything that we can to help them. Ladies and gentlemen, Ukraine's struggle for freedom matters to us all. If Ukraine fell under Putin's boot, Europe would fall under Putin's shadow. So we remain determined to deter Russia from any further aggression, including against our NATO allies. مش بس كده، يانس ستولتنبرغ طلع او حلق الامين العام لحلف شمال الاطلسي ستولتنبرغ شخصيا في السماء على متن طائرة المانية من طراز يورو فايتر.
زي ما حضرتك شايف في الفيديو دي اسمها طائرة ديول. يعني ايه ديول؟ الطيار قدام واللي بيركب ورا ده بيتفرج اكنه في فسحة. يعني المفروض اصلا في القوات الجوية لأي دولة في العالم اللي بيركب ورا ده بيتعلم يعني ايه طيارة ويعني ايه تطير في الجو والهبوط والاقلاع و بس بيستخدموها بقى ليه؟ اي واحد زي بوتل كده ما بيطلع يركبها او غيره او غيره. ده دلوقتي ستولتنبرج، وقبل كده كان جونسون وزير الخارجية البريطاني بيوصلوا بيها رسائل. فستولتنبرج طالع راكب الطيارة وبتزود بالوقود في الجو عشان يقول ايه؟ احنا بنستعد يا بوتين عشان نرسل لك الطائرات. الخارجية الروسية الناتو جرّى روسيا الى سباق تسلح جديد عبر المناورات التي يجريها قرب حدودنا وممارسة الضغط، لكنه لن يحقق غايته. خلي بالك، قبل الحرب الروسية الاوكرانية امريكا والغرب كانوا بيدوا اي حد على دماغه ومحدش كان بيقدر يتكلم او ما بيردش. دلوقتي بوتين بيتبع بعد الحرب الروسية الاوكرانية من ساعة العقوبات وهو ايه المعاملة بالمثل. هم مش واخدين على كده، يعني كانوا بيفكروا لا بص احنا هنقلص السفراء بتوعنا والبعثات الدبلوماسية، راح جاي بوتين عامل كده. ازاي انت تعمل كده؟ ده هيأثر على العلاقات. هي معاملة بالمثل، معاملة بالمثل. وده اللي حصل، وده محور حلقة النهاردة، ان هو ايه انتوا صدرتوا لي اموال او طلعتوا قانون لمصادرة الاموال، انا هبدأ اصادر. القوات الاوكرانية تقصف مصفات نفط في اقليم كراسنودار بالطائرات المسيرة خلال الليل وما تسمعش كلام امريكا، وبتضرب كل مصاف النفط الروسية وعاملة ضغط كبير جدا على روسيا في هذا الملف. بص الحق بقوله لك ازاي والواقع بقوله لك ازاي. على الرغم من كده بوتين بيحل المشاكل. انا ظهرت قدامي مشكلة. ايه المشكلة؟ ان طائرة مسيرة انتحارية بتخش في قلب الصهريج ده ينفجر، وبالتالي اللي جنبه واللي جنبه واللي جنبه. طب نعمل ايه؟ نعمل حاجة اسمها شبكة حماية، بحيث الطائرة تخش في شبكة الحماية دي تنفجر، الانفجار ما يوصلش للصهريج زي ما ظهر قدام حضرتك. محاولة هي غير مجدية او ما بتنجحش قوي، لان لو طائرة قوية قوي وقدرت تجد ثغرة خلاص انت كل شغلك ده. بس هو ده المتاح دلوقتي، هو ده المتاح دلوقتي. طائرات المسيرة لسه الدفاعات الجوية بالذات رخيصة الثمن منها، لسه الدفاعات الجوية مش قادرة، او لسه تطوير السلاح اللي لسه متكلمين عنه سباق التسلح في المستقبل القريب اكيد هيجدوا حل ليها. الروس يقومون بتثبيت شبكات حماية من الطائرات بدون طيار على مصاف النفط. تعال بقى نخش الموضوع مصادرة الاموال. كلمتك في حلقة الامس، وامريكا بتقر مساعدات للمغضوب عليهم ولتايوان ولأوكرانيا. طلعت قانون كده في الخباثة ان انا اقدر اصادر الاموال الروسية، اجمدها وبعدين اصادرها، اشتري بقى سلاح لمين؟ لأوكرانيا. تمام. بوتين عمل كده النهاردة. نائب رئيس مجلس الامن الروسي دميتري ميدفيديف بيقول فيما يتعلق بردنا على القانون الامريكي، لسه قانون بشأن مصادرة الاصول الروسية، سيتعين على امريكا والامريكيين ان يدفعوا ثمن قراراتهم الاجرامية، وده على فكرة في القانون الدولي، معاملة بالمثل. روسيا تصادر اموال اكبر بنك امريكي، جمدت امواله الجي بي مورجان، وبالفعل استولت على مبلغ 440 مليون دولار من الحسابات المجمدة في البنك. خلي بالك 440 ده رقم زايد جدا. الاستثمارات الغربية في روسيا تتجاوز 600 مليار دولار. تاني الاستثمارات 660. الاستثمارات الغربية والامريكية وغيرها موجودة في قلب روسيا تتجاوز 600 مليار دولار. هو بدأ بقرصة ودن كده بقول لهم خلي بالكوا انا بدأت 440 مليون دولار، اقل من نصف مليار وبس. هو عايز الرمزية بتاعت جي بي مورجان، البنك اكبر بنك في امريكا والبنك اللي بيتكلم على كل بنوك الدنيا وكل اقتصاديات الدنيا، وخلي بالكوا العملة هنا هتوع، خلي بالكوا مش عارف ايه. بنك جي بي مورجان طبعا غني عن التعريف. فلما ناخد منه 440 مليون دولار اكيد الخبر اللي هو التأثير مش الحدث نفسه، تأثير الحدث مش قوته. تمام. هو ما يقدر يصادر الاموال كلها بس هو بادئ كخطوة. هترجعوا ولا نكمل؟ اصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بنقل ادارة شركتين تابعتين لأرستون وبوش الاوروبيتين الى شركة غاز بروم. بدأنا بقى اللي هو التأميم كمان، هنصادر الاموال ونأمم الشركات. جربوها وخسروا،
ساعة ما ايه لا بيع بيع ماكدونالدز بيع كذا بيع كذا بيع كذا بيع كذا اللي اشتروها الاوليغارشيين الروس رجال الاعمال الروس القريبين من بوتين واشتغلت عادي غيروا الاسم بس حرفين ولا حرف ولا بتاع والستاف موجود وكل حاجة موجودة اتفاجئوا ان هم اللي خسروا فهل هيخشوا الموضوع ده برضو وعنده وبرضو هيخسروا ليه ما هو انت الكلام ده لو انت ما عندكش استثمارات هناك يعني بتقارن هو عنده استثمارات عندنا بكذا واحنا عندنا طب افرض هو راح جاي هابش الرقم الكبير 660 مليار رقم كبير جدا وهيمول بيهم برضو الحرب الروسية الاوكرانية او الجيش بتاعه وانتوا بتضربوا له مصاف النفط تعال ننتقل بقى لمصر مصر طبعا كلنا عارفين الادارة معاها معاهدة سلام مع المغضوب عليهم على الرغم ان النهاردة السيسي كان موجود في الكلية الحربية وكان بيزور العاصمة الادارية ففجأة طلعت لنا الصور دي من الفيديو بتاع السيسي طلاب الكلية الحربية المصرية يدرسون دبابات المركافة بتاعة المغضوب عليهم والسيسي موجود هو هنا بيوصل رسالة زي ما ظهر قدام حضرتك والتصوير طبعا ما فيش حد يجرؤ يخش وحدة عسكرية يصور السيسي واقف اهو فهو هنا بيوصل رسالة زي ما ظهر قدام حضرتك اسلوب المجابهة المواصفات الفنية الاجراءات التفصيلية القدرات والامكانيات بيتم شرح الدبابة والاماكن بتاعتها فين ونقاط الضعف فين اي دبابة في الكون ليها نقطتين ضعف ما بين البرج وما بين جسم الدبابة والجنزير دول اشهر نقطتين في اي دبابة من ساعة ما صنعوا الدبابات اشهر نقطتين الدبابة المركبة بقى ليها نقاط ضعف تانية بيشرحها القائد العسكري او المعلم للطلبة بتوع الكلية الحربية عشان يعرفوا من نقطة ضعف الدبابة المركبة اللي هو بيوصل رسالة يا جماعة انتوا هتصعدوا وهتخشوا وهتنشفوا دماغكم يا رئيس وزراء المغضوب عليهم وهتجتاح رفح لا احنا جاهزين وبرضو عايز اقولها لك والكلمة دي اتقالت لنا مليون مرة واحنا عارفينها وكل الشعب المصري عارفها مهما كانت في معاهدات مهما الحكومات خدوا بعض بالحضن والحكام والرؤساء وغيره وغيره هو ده العدو الاول لي شاء من شاء وابى من ابى بس يا سيدي شكرا نشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من برنامجكم مع ابراهيم الشراوي شكرا